لموضوع تاني. احنا طبعا الناس كلها تابعت على الفيسبوك موضوع المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي. احنا الحقيقة ناس كتير يعني اتدخلت بشكل غريب جدا في الموضوع ده، وكان التدخل وصل لدرجة التدخل فيه حاجات شخصية وتطفل بشكل كبير. عامة رشاد قال في تويتر ان الاحترام فوق الحب، والمتابعين كانوا طبعا يعني اشادوا بالكلام اللي قاله علشان منعا للشائعات. فنان محمد رشاد نشر عبر حسابه على تويتر زي ما احنا شايفين تغريدة جديدة ليه عبر هذا الحساب: الاحترام فوق كل شيء، فوق الصداقة، فوق القرابة، فوق الحب أيضا. والحقيقة على ضوء هذه التغريدة اعتبر جمهور محمد رشاد أن الكلمات دي بتصف أزمته الأخيرة وإلغاء حفل زفافه على الإعلامية مي حلمي قبل بدء الزفاف بساعتين فقط. من الأخبار اللي ضايقت ناس كتير جدا وكانت يعني مؤسفة جدا، قرر محمد رشاد إلغاء حفل الزفاف لمشكلة بينه وبين العروسة ما قدروش ان هم يتجاوزوها. وأيد ناس كتير جدا طريقة يعني الموقف ده، وفي ناس بقى قالت لا، وفي ناس قالت اه، وفي ناس زي ما قلت لكم كده تناول الموضوع بشكل فيه تدخل وتطفل. احنا لا يسعنا غير ان نقول يعني الصالح العام للاتنين، وكل حاجة طبعا نصيب، وربنا يوفق كل واحد في حياته العملية والشخصية في الفترة اللي جاية. وان شاء الله يعني ناس كتير كانت بتقول ان المشكلة ممكن تتحل او ما تتحلش، بس عموما احنا بنتمنى التوفيق والنجاح سواء لمحمد رشاد او لزميلتنا مي حلمي.